بنصبح حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معانا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد. معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل البرودة على كافة الأنحاء. النهارده كمان في فرص امطار خفيفه بالليل على القاهره الكبرى، كمان في فرص امطار خفيفه على السواحل الشماليه الغربيه وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. حابين نطمن حضرتك عن احوال الطقس النهارده، خاصه ان احنا ملاحظين كمان ان درجه الحراره العظمى في الاسكندريه زي القاهره الكبرى، وده طبعا ليه اسباب واكيد ليه يعني اكيد هنشوف انخفاض مستمر معانا باقي الاسبوع ولا لسه؟ هو احنا بالفعل اليوم مستمرين في انخفاض درجات الحراره، وتاثرنا بالكتل الهوائيه القادمه من امتداد منخفض البحر الاحمر او منخفض السودان الموسمي، مع ايضا كتل هوائيه قادمه من الصحراء الغربيه، ووجود ايضا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه وايضا العاليه اللي بتحجب جزء من اشعه الشمس على مدار اليوم، فبتساعدني اكثر على الاحساس بانخفاض درجات الحراره والاحساس بالاجواء الخريفيه الاشبه بالاجواء الشتويه. اجواء لطيفه تماما خلال فتره النهار على اغلب المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد. اجواء مائله للحراره على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده طبعا خلال فترات النهار، لكن خلال فترات الليل ومع الغياب التام لاشعه الشمس وخاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، درجات الحراره تنخفض بشكل ملحوظ، بتوصل العظمى الصغرى خلال فتره الليل على القاهره الكبرى ل 15 درجة مئوية، في بعض الأماكن من شمال الصعيد بتوصل ل 10 أو 11 درجة مئوية، أجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل على كافة أنحاء الجمهورية. بالإضافة كمان إن اليوم مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة هيكون في فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط من الجهة الغربية، يعني سواحلنا الشمالية الغربية، بعض المناطق كمان من الصحراء الغربية، بعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد، الأمطار دي هتكون عليها أمطار خفيفة. أيضا الأمطار الخفيفة بالفعل خلال فترات الليل بعد فترات المساء ودخول ساعات الليل، وارد ان الامطار ان شاء الله تمتد لبعض المناطق من القاهره الكبرى، لكن مجمل امطار اليوم غير مؤثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه، بالاضافه كمان ان اليوم هيكون في فرص لسقوط الامطار ما بين الخفيفه المتوسطه على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب وشلاتين ومرسى علم. فرص الامطار دي هتمتد معانا كمان لصباح يوم الثلاثاء باذن الله، كمياتها هتكون امطار خفيفه على اغلب المناطق الشماليه، السواحل الشماليه باكملها، محافظات الوجه البحري، بعض المناطق من شمال الصعيد، لكن الكميات المؤثره هتكون على محافظه البحر الاحمر وبعض المناطق من جنوب سيناء، وده يوم الثلاث مع استمرار طبعا انخفاض درجات الحراره. مع يوم الاربعاء ان شاء الله هنبدا تتلاشى فرص سقوط الامطار على اغلب مناطق الجمهوريه، نبدا نتاثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس والاحساس بالدفء فترات النهار، لان درجات الحراره هترتفع بحوالي درجه، يعني العظمى هتوصل 23 درجه مئويه على القاهره الكبرى مع نهايات الاسبوع، وعوده الظاهره الجويه المؤثره طبعا هي الشبوره المائيه في حالات لسه كنت اقول لحضرتك يعني مع انخفاض درجات الحراره، لكن ما زال في شبوره مائيه في الساعات الاولى من الصباح، يعني الرطوبه مرتفعه نسبيا لان في ارتفاع في نسب الرطوبه، وهدوء سرعات الرياح كمان بيساعد على تكون الشبوره المائيه، ووجود نسب الرطوبه اللي بتبقى موجوده في الجو، العوامل دي بتساعدنا على يعني وتكون الشبوره المائيه خاصه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه. عشان كده احنا دايما هننصح الساده المشاهدين في ظل هذه الاجواء المتقلبه بين سقوط الامطار او الاستقرار في الاحوال الجويه، لازم نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه لان الخريف كمان بيحصل فيه تغير كبير في التنبؤات، واحنا بنحدث دايما النشرات بصوره يوميه. مهم كمان ناخد بالنا من الانخفاض الملحوظ في درجات الحراره فترات الليل، نرتدي الملابس الشتويه خلال فترات الليل المتاخره والصباح الباكر، على الاقل تكون ملابس شتويه خفيفه، وطبعا في المحافظات الاكثر معنيه بسقوط الامطار خاصه محافظه البحر الاحمر وجنوب سيناء، لازم القياده بهدوء تام على الطرق.
بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معانا لحالة الطقس. دلوقتي تعالوا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأها من القاهرة والعظمى 22، الصغرى 15، العاصمة الإدارية 22-15، الإسكندرية 22-15، العالمين الجديدة 22-15، مطروح 22-14، دمياط 22-16، بورسعيد 23-17، الإسماعيلية 23-15، السويس 22-18، سيوة 21-8، كاترين 19-7، طابة 22-15، حلايب 25-20، شلاتين 26-20، شرم الشيخ 27-19، الغردقة 27-18، الفيوم 22-15، بني سويف 22-12، الوادي الجديد 25-13، أسيوط 23-11، سوهاج 24-13، قنا 25-14، الأقصر 27-15، أخيرا أسوان 28-15. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة وخلال الأيام اللي جاية، يعني يجب توخي الحذر خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر في أن احنا نرتدي بعض الملابس الثقيلة، وناخد بالنا كمان من الشبورة المائية، وكمان أن في فرص أمطار على محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء. هرجع مرة تانية لجمانة ومصطفى علشان نكمل معك فقرة صباحية مصر. شكرا دينا، شكرا جزيلا.